وصل إلى البلاد اليوم سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة في زيارة لمملكة البحرين تستغرق يومين لحضور الاجتماع 13 للجنة البحرينية البريطانية المشتركة. كان في استقباله في مطار البحرين الدولي معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة السيد رودي سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.